السلام عليكم. الأجواء العسكرية تخيم على صنعاء، هذا ما تقوله اللحظة الراهنة في فضاء المدينة ومحيطها الجبلي الذي يبدو أنه أصبح مجالا عسكريا على مستوى الجو والبر، وخصوصا في المدخل الشرقي الذي يشهد تطورات عسكرية واسعة يقول مراقبون عسكريون إنها غير مسبوقة. على صعيد الأجواء، عادت الضربات الجوية بشكل مكثف بالتزامن مع التصعيد العسكري وإغلاق مطار صنعاء، وكذلك قصف المحيط العسكري في معسكرات الحزام الريفي للعاصمة. وبين تلك الضربات الجوية ضربات طالت حياة المدنيين في قرية عذر نهب، وقصف ذهب ضحيته مدنيون أبرياء من عمال وعاملات مصنع البيفك في حي النهضة صنعاء. إلى جانب المشهد العسكري، هناك العديد من التصريحات العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالشأن اليمني واللحظة العسكرية والسياسية الراهنة، منها تصريحات رئيس الأركان العامة اللواء المقدشي الذي أكد أن العملية العسكرية الجارية في نهب والتي تم تسميتها بالتحرير موعدنا تهدف إلى تطهير البلاد من العناصر الانقلابية واستعادة الشرعية، وستشمل مناطق عدة منها البيضاء وذمار وصعدة، إضافة إلى تصريحات وزير الخارجية حول حزمة الإجراءات التي تعزز العمليات العسكرية وعودة الحكومة، وكذلك تصريحات ولد الشيخ حول الالتزام بالقرارات الواضحة للمجتمع الدولي، وأن قرار مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية يجب أن ينفذ بالكامل. حول المشهد في محيط صنعاء وعودة الضربات الجوية والتصريحات العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالمشهد اليمني، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب فقط لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود إليكم لبدء النقاش. تصعيد عسكري جديد تمضي مؤشراته العسكرية والسياسية بعد أن أغلق ملف المفاوضات دون تحقيق أي منجز يذكر، لتشرع الأنظار مجدداً صوب التطورات العسكرية وتحديداً مديرية نهم التي تشهد مواجهات عنيفة تقدم خلالها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مناطق عدة. التقدم العسكري صاحبه عودة مكثفة لطائرات التحالف التي شنت أكثر من 100 طلعة جوية استهدفت تعزيزات ومواقع عسكرية للميليشيا في صنعاء ومحيطها ومحافظات عدة. وبالتزامن مع عودة العمليات الجوية، أبلغ التحالف العربي الأمم المتحدة بإغلاق مطار صنعاء وإيقاف الرحلات ل72 ساعة قابلة للتمديد لوقوع المنطقة ضمن نطاق العمليات العسكرية. التحرير موعدنا هو اسم العملية التي أطلقها الجيش الوطني على عملية تهدف إلى تحرير صنعاء. طبعا عملية هي كلها تهدف إلى تطهير اليمن من العناصر الانقلابية وعادة الشرعية للبلاد وعادة الحقوق المغتصبة وعادة الدولة المغتصبة. يقول رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي أن مرحلة الحسم العسكري في البلاد قد بدأت، وهي تهدف لإعادة الحقوق المغتصبة ومستمرة في كل الاتجاهات، وقريبا ستشمل مناطق أخرى في البيضاء وذمار وصعدة وفي كل الاتجاهات. تصريح رئيس هيئة الأركان يأتي بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية إن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة لدعم وجودها على الأرض وفرض سيطرتها العسكرية في كثير من المحاور. تغيرت المعادلة إذن، والحوثيون يستنفرون قواتهم داخل العاصمة تأهبا لاحتمالات اجتياحها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة. وفي وقت سابق أصدر الجيش الوطني تحذيراً لسكان العاصمة بالابتعاد عن المعسكرات وتجمعات ميليشيا الحوثي وصالح. ويبدو أن المشهد العسكري تجاوز كونه عملية عسكرية محدودة إلى عملية واسعة النطاق تجاوزت مسألة الضغط لمصلحة الحسم السياسي. فكما يبدو أن مسألة الحل السياسي قد غادرت المشهد العام مع مغادرة آخر حقيبة دبلوماسية مطار الكويت. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا بداية عبر سكايب المحلل السياسي من برلين زيد الشليف، وسينضم بعده آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ زيد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أستاذ زيد، بداية لو قرأنا المشهد العسكري والجغرافي أيضا للمنطقة التي تحررت في نهب، ما أهمية هذه التحركات في الأيام الأخيرة من ناحية الموازين القبلية والعسكرية أيضا برأيك؟
أشكركم على الاستضافة. ما حصل من تقدم مؤخرا في نهم في تلك المناطق الشاسعة والمتباعدة الأطراف والصعبة كذلك، فهي جبال، سلسلة جبال كثيرة، التحرك فيها صعب وشاق جدا. استطاعت المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى وبعزيمة الأبطال المقاومين وأبطال الجيش الوطني أن يقطعوا كل هذه المسافات وأن يصلوا وأن يقتربوا من مركز مدينتنا، حيث أن المسافات كلها التي قطعها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الفترة السابقة كانت كلها مناطق لا يوجد فيها طرق ولا يوجد فيها إلا مندر سكان، فكان التحرك فيها صعب وشاق جدا، وعملية نقل الجرحى من هذه الجبال إلى المستشفيات كانت صعبة جدا، وعملية نقل الذخائر والمؤن إلى الجبال للمقاومين كانت كذلك صعبة، لكن عزيمة الرجال كانت سهلت كل هذه الصعوبات ووصلت إلى الآن على مشارف مركز المديرية واقتربت من محافظة صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هل من مواقع عسكرية برأيك أستاذ زيد غيرت الموازين العسكرية لمصلحة الجيش الوطني والمقاومة؟ المواقع التي سيطرت عليها المقاومة كان آخرها اليوم قبل الحلقة بقليل سيطرت على جبل القتب، هذه المواقع وقبل ذلك قبل يومين سيطرت على جبل المنارة، وهذا جبل شاهق في نهم ويطل على مناطق كثيرة، ومن هذا الجبل تستطيع أن تقصف إلى أرحب وإلى مطار صنعاء وإلى بني حشيش وإلى كل المناطق المجاورة لنهم، منها أمانة العاصمة، لكن المقاومة وأخلاق المقاومة لا تسمح بقصف المدن المسكونة والمأهولة، وإلا فمدافع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قادرة أن تصل من هذه الجبال إلى وسط العاصمة صنعاء. الجبال هذه لها أهمية عسكرية واستراتيجية في نهم مهمة جدا، وما بعدها ستكون مناطق سهلة لأنها ستتحرك فيها المقاومة بالمدرعات والدبابات والأسلحة بكل سهولة، لأن الطرق أصبحت مفتوحة وأصبحت سالكة بإذن الله. نعم، ما الذي يعني يا أستاذ زيد، يعني أنت تتحدث عن أن هناك جبال تطل عليها، تطل على الكثير من المواقع ويمكن من خلالها القصف، يعني هناك مثلا نقيل بن غيلان وسلسلة الجبال المحيطة أيضا بصنعاء، ما الذي يعنيه أنها أصبحت تلك تحت مسألة أو تحت نيران مدفعية الجيش؟ هذا يعني أن صنعاء باتت قريبة من التحرير، وان على الانقلابيين ان لا يدفعوا بمزيدا من الدماء نحونا. مساله التحرير اصبحت مساله وقت فقط، المقاومه قادمه باذن الله والتحرير قادم والجيش الوطني قادم باذن الله، فعليهم ان لا يزجوا بالمساكين والبسطاء الى هذه المعركه لانها معركه خاسره ولن يستطيعوا ان يقفوا فيها باذن الله. نعم، إذن ونحن نتحدث عن الحزام القبلي أستاذ زيد المحيط بصنعاء، هل تم تغيير أيضا في هذه الموازين القبلية؟ هناك من يتحدث بأن بعض القبائل بدأت بالتواصل مع الشرعية، وهناك أحاديث أخرى يعني عن حديث عن ولاءات أخرى تتحدث فيها هذه القبائل. المناطق القبلية المحيطة بصنعاء هي منقسمة يعني بين المقاومة وبين الحوافيش، لكن الجزء الأكبر منهم مع المقاومة ومرحب بتقدم المقاومة، وعندما اقتربت المقاومة من العاصمة صنعاء بلا شك هنالك مشايخ وقبائل تواصلوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية يريدون الانضمام وأعلنوا تأييدهم للجيش الوطني والشرعية، لكن كل هذا لن يغير في الموازين بشكل كبير. ما سيغير في الموازين هي التقدم العسكري والحسم العسكري. نعم، إذن من الميدان نأخذ عبر الهاتف اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا اللواء محسن، مشهد عسكري بري وجوي في صنعاء أيضا ومحيطها الجبلي، هل نحن أمام عملية واسعة نحو التحرير كما جاء في تصريح رئيس هيئة الأركان؟ نعم بدون شك، هذه العملية ايضا تحمل في قيادتها مفاجات اخرى قادمه، ويمكن لجبهات كثيره ان تنفتح، ولا رجعه فيما صدر فيه قرار سياسي باستعاده العاصمه، استعاده الدوله، تحرير المجتمع من الانقلابيين وسطوتهم واستعاده مؤسسات الدوله. هذه مساله يعني ليس لن تعد محل للجدل او نقاش، يعني لان الدوله بما تبعته من صبر وجلد وتحمل و رويه
في على مماطله الحوثيين الانقلابيين ابتداء من موزمبيق وحتى جنيف واحد وبيل الاثنين والكويت المره الاولى والثانيه. كل هذا قد جعل الحوثيين يدفعون المجتمع اليمني الى ساحه الاحتراب. مع الاسف الشديد كانت الكره في ملعبهم لمده عام ونصف فاختاروا الحرب بدلا عن السلام. الان الجيش الوطني ينفذ قرار سياسي اتخذه رئيس الدوله والقياده العسكريه تشرف عليه بشكل مباشر رئيس الاركان العامه في الميدان بنفسه يشرف على سير العمليات. اذا ما تراجع عن هذه العمليه واستعاده العاصمه كخطوه اولى على الطريق امر محتم. نعم، يعني قبل يومين كان معنا الناطق الرسمي باسم الجيش العميد سمير الحاج وتحدث عن هذه النقطة. كنت سألته لما تأخر حسم معركة صنعاء أو تحرير صنعاء، فقال أن هناك انتظار للقرار السياسي. هل أفهم من كلامك أن القرار السياسي الآن أصبح واضحا بهذه العملية ولا يمكن التراجع عنه؟ ما تتصورين يا ابنتنا العزيزة أن رئيس هيئة الأركان العامة والقيادة العسكرية تتخذ قرار بهذه الخطورة وتتقدم في اتجاه العاصمة وتشن الحرب بدون أن تستمر إلى قرار؟ هذا كلام طبعا غير دقيق. وأن رئيس الجمهورية اتصل برئيس هيئة الأركان العامة ويتابع بنفسه سير المعارك في مختلف الجبهات، وكما قلت رئيس هيئة الأركان العامة يشرف بنفسه في الميدان ومعه قيادة المناطق العسكرية وقادة التشكيلات القتالية، وهو على صلة دائمة زمانا ومكانا بالمعركة. نعم، إذا يعني برأيك سيادة اللواء أن يعني المواصلة أو استعادة صنعاء والعودة لتحريرها بعد المشاورات السياسية أو الفشل الذي لم يعلن في المشاورات السياسية كان هذا هو ردة فعل الحكومة؟ نعم، هناك جهة من الحكومة نجحت في أن تثبت للدنيا أنها داعية السلام، ليس في هذا شك يعني، وأن طريق السلام على الدولة. الحوثيون نجحوا أيضا بامتياز في إفشال عملية السلام وتخريجها عند المجتمع الحكومي ووقفات سياسية نحو الاحتراب. ليست فقط بذات ولكنه قرار صغير من الان. استعاده الدوله هو كذا بعد استقبال الفجر. هذا الرئيس صحيح الى حد قرار استعاده الدوله، لكن ادوات استعاده الدوله يعني اداتين رئيسيتين لا ذلك لهما، اما بالسلم وهذه طريقها المفاوضات وقد مرت من موزمبيق الى سويسرا الى الكويت، واما الطريق الاخر وهو طريق الحسم العسكري بعد ان يكون العمل السياسي قد ادى دوره ونجح الرئيس عبد الرب المنصور هادي ونجحت القياده السياسيه بشكل عام في ان تثبت للدنيا انها تدعو الى السلام وان الحوثيين هم من يرفض هذا السلام. نعم، بالتزامن سيده اللواء يعني هناك ضربات جويه واغلاق للمطار، ما الذي يشكله مثل هذا التصرف من فارق على صعيد التحولات العسكريه خاصه يعني وان الضربات الاخيره لم تستهدف مواقع عسكريه واضحه او ربما يعني هناك من يتحدث بانها قد استنفذت فلما تعود مره اخرى؟ بل تستهدف مواقع عسكرية وتحركات آليات ودعم لوجستي، والقاعدة هي هذه، والاستثناء يعني يمكن أن يكون أو الخطأ هذا موضوع آخر. لكن الجيش الوطني على الأرض والمقاومة الشعبية هي من تقاتل وتنتصر، تحظى بدعم لوجستي من دول التحالف وإسناد جوي، هذه مسألة معروفة يعني، أما أهداف محددة وواضحة ومرسومة ومختارة منتقاة يعني بعلم. وعندما تكون نص استثناءات، الجيش الوطني أصدر بيان منذ أسبوع وتلوته أنا في أكثر من قناة فضائية ووزع على كل وكالة الأنباء وعلى كل القنوات، تدعو فيه قيادة الجيش الوطني المواطنين في العاصمة صنعاء بالابتعاد عن مراكز تجمعات الانقلابيين وعدم السماح باستخدام منازلهم وقراهم وبيوتهم ومناطقهم مصادر للنيران او اي عمل عنايه، كان هذا واضح. وهذا البيان هو ينطلق من حرص الدوله والجيش الوطني على دماء واموال وممتلكات المواطنين.
لا شك فيها. فالحرص على دماء الناس مسألة أساسية، سواء حين اقتحام العاصمة أو والجيش المصري يخوض هذه المعارك أو في غيرها يعني. وكل شيء يعني أي عمل كبير وعظيم لا يخلو من بعض أخطاء يعني أو استثناءات. نعم. هل يعني سيادة اللواء أن هناك جبهات إضافية فتحت باتجاه أرحب وجبهات جديدة مرشحة للاندلاع نحو عملية عسكرية واسعة كما تبدو الصورة في المشهد الإجمالي؟ العملية مستمرة يعني، والاتجاه نحو الغرب من الفرضة اثنين محاورها القتالية الثلاثة، ونحو الغرب أيضا من الجوف باتجاه حرب سفيان أو تماما باتجاه صعدة، ترى أيضا واردة يعني عمليات تجريبية في أكثر من اتجاه، ولنا أن نتوقع أن تنفتح جبهات في أكثر من مكان، شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه والوسط، وفي أي مكان يكون للميليشيات الحوثية فيه وجود تسلطي وعدواني على المواطن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ زيد. أستاذ زيد، كيف تعلق على حديث اللواء محسن خسروف؟ هناك توجه من القيادة السياسية لحسم المعركة خاصة بعد فشل أو يعني عدم وجود أي حلول من خلال المشاورات السياسية. كان ذلك واضحا منذ أن بدأت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في نهم بالتقدم، أن القيادة السياسية قد اتخذت القرار في التقدم لأنهم أدركوا في الكويت أنه لا جدوى من الحوار مع الميليشيات الإنقلابية، لأنهم لا أصلا لم يوقعوا على أي اتفاق، ولو وقعوا على اتفاق سينقضوا هذا الاتفاق مثل ما نقضوا بقية الاتفاقات، فليست الاتفاقات قليلة التي أبرمت مع الحوثيون منذ أن بدأوا في صعدة حتى وصلوا إلى عدن ثم انكسروا من عدن وعادوا إلى صعدة، كل اتفاقية ينقضونها عندما يتمكنوا منها. لذلك وجدت القيادة السياسية أنه لا حل مع هؤلاء إلا في قوة السلاح، استنفدت الطرق باتجاه السلام، وكنا السباقين نحو السلام، وكانت الشرعية سباقة نحو السلام، لكنهم أغلقوا كل الأبواب التي تؤدي إلى السلام. فكان الحل هو لغتهم التي يؤمنوا بها، لغة السلاح، لغة المدافع، وبإذن الله ستكون هي اللغة المجدية معهم. نعم، إذا أستاذ زيد يعني بحكم معرفتك بالطوق الجبلي المحيط بالعاصمة صنعاء، ما هي التحولات التي قد تشكل فارقا في سير المعارك هناك؟ المقاومة الآن أصبحت كما ذكرت سابقا اقتربت من مركز مديرية نهم. نعم. بعد مركز مديرية نهم صحيح أنها لا زالت مسافة لا بأس بها إلى نقيل بن غيلان، لكنها منطقة ليست صعبة جدا ومن السهل التحرك فيها. فلو وصلت المقاومة إلى مركز المديرية فلن يستمر الوقت حتى يكونوا في جبل بن غيلان، وإذا وصلوا إلى جبل بن غيلان ونقيل بن غيلان فسيكون أرحب والعاصمة صنعاء يعني تحت السيطرة، لأنه ما بعد نقيل بن غيلان لا يوجد أي جبل فاصل بين أمانة العاصمة ونقيل بن غيلان. هناك معسكر 63 وهو معسكر على الأرض ليس في جبل، وهو تحت نقيل بن غيلان، فهذا يعني أنه إذا تمركزت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في نقيل بن غيلان فإنه لا يستطيع المعسكر 63 أن يبقى في مكانه، ولا يستطيع أن يتحرك حتى حركة داخل اللواء، لأنهم سيكونوا تحت رقابة نقيل بن غيلان، لأنهم مطل إطلالة مباشرة على اللواء ومطل إطلالة مباشرة على بني الحارث أو المناطق أمانة العاصمة. نعم، نحن نعلم أستاذ زيد أن هذه ليست العملية الأولى في نهب، ما المختلف فيها هذه المرة؟ هل تعتقد أنها ستكون عملية أكثر اتساعا من سابقاتها ولن تتوقف عند نقطة ما؟ العملية اتسعت في تقريبا هي تمر عرض بنه حدود 40 كيلو متر، المواجهات الآن فيها هي مواجهات شرسة وعنيفة. ما يميز هذه العملية أنها فيها آليات عسكرية حديثة، فيها تعزيزات كبيرة من الأفراد ومن القوات البشرية، وكذلك فيها تعزيزات قوية من الآليات العسكرية، فهذا دليل أن القيادة السياسية قد قررت الحسم، والتحركات اليومين الماضية كانت قوية وكانت التقدمات كذلك قوية جدا، لكن كما ذكرت سابقا أنه مع وعورة هذه الجبال لا يتضح لنا قدر التقدم الكبير إلا بعد أن يصلوا إلى المركز، سيعلم الناس بعدها أنهم
قد وصلوا وأنهم سيصلوا بإذن الله إلى العاصمة صنعاء، وهذا لم يعد بعيدا بإذن الله. نعم، هل يتسق هذا الطرح مع التصريحات التي جاءت على لسان رئيس هيئة الأركان المقدشي عن انطلاق العملية العسكرية التي أسماها التحرير موعدنا برأيك؟ نعم، القيادات العسكرية كلها في المنطقة متواجدة مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني وهم في مقدمة الصفوف، والقرار في الأول والأخير هو القيادة الجيش الوطني. وعندما تقدمت المقاومة قبل يومين بالطبع كان ذلك بأوامر من قيادة الجيش الوطني، وكان ذلك واضحا من تصريح المقدشي أن المقاومة والجيش الوطني يتحركوا وفق خطة رسمها الجيش الوطني ورسمتها قيادة المقاومة للتقدم نحو صنعاء، وهي معركة ليست من أجل النهم فقط ولا من أجل منطقة معينة ولا من أجل صنعاء فقط، بل هي معركة الجمهورية اليمنية، وستتحرر كامل الجمهورية اليمنية من نهم ومن صنعاء بإذن الله. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور محمد الرميحي أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت عبر الهاتف من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا دكتور محمد في المساء اليمني. هناك حسم عسكري يلوح في الأفق اليمني مع عودة الطلعات الجوية أيضا لمقاتلات التحالف، كيف تقرأ هذا التحول في المشهد اليمني والتحالف العربي بشكل عام؟ يعني واضح أن المنطقة العربية والشرعية اليمنية حاولت مرارا وتكرارا الوصول إلى اتفاق سلام مع الحوثي صالح، ولكن بالتأكيد يعني هذه المجموعة لا تريد أن تصل باليمن إلى سلام، وأنا أعتقد أن هذا منطقي. أنا شخصيا كتبت كثير في هذا الموضوع، ولا أتصور بأن شخص يحكم لخمسة وثلاثين سنة أكثر أو أقل سوف يسلم السلطة بهذه البساطة، أو مجموعة تأتمر بأوامر طهران سوف تسلم إلى الشعب اليمني مقاليد سيادته. لهذا السبب فإنهم تحولوا الآن إلى يعني مجموعة من محبي السلطة لأسباب خاصة بعلي صالح ومجموعته، ولأسباب أيضا خاصة وأيديولوجية لجماعة الحوثي. فما أمام المجتمع الدولي إلا أن يحسم الموضوع، وهذا موضوع تحدث فيه كثيرا، والأفضل بالتأكيد أن يحسم من خلال المجموعة اليمنية. الآن هم يتحدثوا الآن عن عدوان، ويتحدثوا عن قتلى من المدنيين إلى آخره، وهذه دابهم دائما. ولكنني أعتقد بأن الشعب اليمني يجب أن يحسم أمره، الشعب اليمني في مناطق اليمن المختلفة وخاصة في صنعاء، لأن هذا الأمر إذا طال سوف يدمر اليمن التي نعرفها كما لم تدمر في السابق. نعم، هناك من يتساءل دكتور محمد يعني بصدد عودة ضربات التحالف، يعني ما الداعي لها خصوصا بعد استنزاف الكثير من الأماكن العسكرية، وهذه المرة الأخطاء التي حدثت وقتل فيها مدنيون جعلت من المن في الداخل يعني يتناسون كل الأحداث ويعلقون على هذه النقطة بالذات، وقلبت الكفة الإنسانية في لصالحهم. يعني الحروب دائما فيها الكثير من المآسي، وعادة هذا النوع من الأخطاء بتحدث في ما بين المتحاربين. لعلك تذكري أيضا بأن الحوثيين على الحدود اليمنية قتلوا عدد من الأبرياء السعوديين في الحدود الجنوبية، وهذا أمر يعني لابد أن نحرص على أن نتجنبه، ولكنه أيضا واقع إنسانيا. الأمر الأهم من هذا بأن فترة التفاوض التي استمرت حوالي ثلاثة أشهر استطاع الحوثي أن يعني يكدس السلاح القادم من طهران، وأيضا فهم بأن العالم يعترف فيه. يعني التحالف العربي والموقف العالمي أعطاهم هذه الفرصة من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي، ولكن واضح بأنهم مستمرون في التفرد بالسلطة والانقلاب على الشرعية.
القضية الرئيسية هي ليست فيما بين التحالف العربي وبين الحوثي وصالح، القضية الرئيسية هي بين صالح والحوثي والشعب اليمني الممثل في شرعيته. لا الحوثي يعني مجموعة منتخبة من اليمنيين، ولا علي صالح منتخب من اليمنيين. على العكس، علي صالح خرجت المظاهرات المدوية في شوارع صنعاء وشوارع المدن اليمنية الكثيرة تطالب بتنحيته، وبالتالي فهو مرفوض من الشعب اليمني حسب الواقع. أيضا هناك رئيس جمهورية منتخب وهناك شرعية معروفة، لهذا السبب فإن العالم يجب أن ينتصر إلى الشرعية. في هذا الأمر اليمنيون عليهم أن يقرروا أيضا إما مع الشرعية ومع استقلال اليمن، وإما مع علي صالح الذي يعرف نوعية حكمه، أو مع الحوثيين وهم جماعة يأتمروا بأوامر طهران. معنى ذلك أن استقلال اليمن سوف يجير إلى بلد آخر وهي طهران. نعم دكتور محمد، يعني بالنسبة لموضوع أنهم وجدوا في أنفسهم بأن المجتمع قد يرحب بهم، ربما هناك من يعتب على المجتمع الدولي برمته وأيضا على كثير من الحكومة لقبولها بالتفاوض مع هذه الميليشيا، وأيضا يعني حتى على مستوى دول التحالف التي التقت بهم وحاورتهم وتفاوضت معهم خارج سياق المفاوضات. هل برأيك يعني الفشل غير المعلن للحلول السياسية هو الذي أعاد الحلول العسكرية إلى صدارة المشهد؟ يعني في لقاء مع الإخوة اليمنيين من الشرعية في الكويت بعد أسابيع من بدء المفاوضات، كان هناك بعض اللقاءات مع شخصيات كويتية، وكان لي وجهة نظر أنا في ذلك الوقت وإلى الآن. قلت للزملاء عليكم أن تحملوا هراوة غليظة وتبتسموا، يعني المفاوضات لا بأس بها، ولكن عليكم أيضا بالهراوة الغليظة بمعنى الدفع بالحل العسكري ما أمكن، التي أرجو أن الآن نتعلم جميعا هذا الدرس، ولا تتوقف المعارك إلا بخروج الحوثيين من صنعاء أو تسليمهم بحل سياسي يرضى عنه اليمنيون. غير هذا لا أعتقد بأنه ممكن. كما قلت لك منذ قليل، تصوري نفسك أنت علي صالح أو الحوثي. علي صالح يريد البقاء في السلطة كما كان في 35 سنة الماضية، وكانت سلطة مركزية ومفقرة لليمن، ونحن نعرف البلايين التي راكمها على حساب الشعب اليمني، ونعرف بأن الحوثي يأتمر بأوامر طهران من خلال أيديولوجيا لا أعتقد بأن لها مستقبل، لأن الحكم الديني ليس له مستقبل، واليمنيون تعرفوا على الحكم الديني فترة طويلة أيام الإمامة، وهذا لن يعود لأن التاريخ لا يتراجع إلى الوراء. علينا جميعا أن نفهم بأن هذه حرب قد تكون طويلة، وأيضا علينا أن نفهم بأن الحسم فيها هي على الأرض، وعلينا أيضا أن نفهم بأن الحسم فيها أيضا جزئيا من خلال تدريب كوادرنا في الشرعية للإعلام والحديث في الإعلام. منذ قليل كنت أشاهد أنا البي بي سي العربي، وكان هناك متحدث بصنعاء من الحوثيين يتحدث على نفس الشعارات القديمة، العدوان، قتل المدنيين، حصار اليمن إلى آخره، ولم يذكر الشرعية ولم يذكر الجهد الشرعي، بالعكس يعني يتحدث عن الشرعية بأنها مرتزقة، وهذا كلام طبعا يجب أن نواجهه بحزم وبوضوح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أستاذ زيد الشليف، أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ زيد. أستاذ زيد، يعني لو تحدث، يعني كان هناك من يتحدث بأن هذه التحركات العسكرية ما هي إلا ورقة ضغط أمام يعني الحوثيين وكذلك المجتمع الدولي بأن هناك استعادة لهذه المناطق. الآن برأيك بعد هذه التحركات الجادة، هل نستطيع أن نقول أنها تحولت من كونها ورقة ضغط إلى أنها مشروع متكامل لاستكمال عملية التحرير؟ نأمل منهم أن يجب حول السلم والسلام، هي الهدف منها هو إخضاع اليمن للدولة والشرعية، فإن خضعوا له الآن قبل أن تصل المقاومة والجيش الوطني إلى العاصمة صنعاء فهو هذا هو ما نريده، وإذا لم يفعلوا فالجيش الوطني والمقاومة الشعبية ماضية، هم لا يتقدموا مجرد ضغط ثم يعودوا بل يتقدموا نحو صنعاء، فإن وصلوا صنعاء ولم يستسلم الإنقلابيين للحل السلمي بس يصلونها بالحل العسكري، وإن كانوا في الطريق واستسلم الإنقلابيين للحل السلمي فهذا ما نرجوه، فهذه ليست عملية ضغط ولا عملية، إنما هي عملية تحرير ماشية في طريقها، وبالتأكيد أن كل عملية تحرير هي ضغط على الإنقلابيين أن ينسحبوا وأن يسلموا اليمن للشرعية ولليمنيين، وأن يتركوا اليمن من هذه القبضة الحديدية التي مسكوا بها، والظلم والبطش الذي حل باليمنيين، الشعب اليمني أصبح يلفظهم ويتمنى أن يزولوا اليوم قبل غدا، الشعب اليمني في كل مناطق الجمهورية اليمنية تضرر وأصابته هذه الميليشيات بشتى أنواع العذاب وشتى أنواع، فقتلوا وهجروا وشردوا ودمروا البيوت ودمروا المنازل، ماذا بعد ذلك من عذاب ومن تشريد. فكما ذكرت أنه هذه العمليات ليست عملية ضغط وإنما هي عملية تحرير، فإن جنحوا للسلم فنحن أهل السلم، وإن لم يجنحوا للسلم فالمقاومة والجيش الوطني مواصلين حتى صنعاء وبقية المناطق. نعم، إذا أستاذ زيد، على صعيد التصريحات المتعلقة بالشأن ذاته، من بينها تصريحات وزير الخارجية حول حزمة من الإجراءات المتعلقة بالعملية العسكرية وأيضا عودة الحكومة، ما الذي تعني هذه التصريحات في هذا التوقيت برأيك؟ تصريحات دبلوماسية، ولا أعتقد أن هذا ما ذكره له علاقة بما يجري في الميدان، بما يجري في الميدان له علاقة بما ذكره المقدشي، أما المتحاورين هم يتكلموا بلغة دبلوماسية، وكانت تصريحات المخلافي أن أليست هذه اللغة نعم أستاذ زيد، أليست هذه قريبة أيضا لما يحدث في الميدان؟ هناك حزمة من الإجراءات العسكرية التي سنقوم بها وعودة لبعض أفراد الحكومة، أليست هذه أيضا يعني مترابطة؟ لم أسمع بهذا، أنا قرأت تصريح سيادة الوزير لكني لم أقرأ هذه الفقرة، ربما زليتها، لكن إذا كان ذكر هذه الفقرة فهي هذه الحزمة من الإصلاحات هي في سبيل الطريق إلى التحرير، فكل إصلاح في الجيش الوطني هو زيادة ورافد لهذا الجيش كي يحقق أكثر وكي يتقدم أكثر وكي ينجز أكثر، فكل إصلاح في هذا الجيش الوطني سيحقق فارق كبير في ميدان المعركة، خاصة وأنه جيش حديث وليد السنة تقريبا، فهو يحتاج إلى إصلاحات ويحتاج إلى قرارات جديدة ويحتاج إلى كل دماء جديدة في القيادة العسكرية، يحتاج إلى تغييرات، يحتاج إلى أوامر عسكرية بالتقدم، فإذا كان ذكر ذلك فبالتأكيد أنه نعم. يعني هل نفهم أن تلك التصريحات هي غطاء دبلوماسي لهذه التحركات العسكرية؟ لو سمحت ممكن تعيد السؤال بس؟ يعني هل نفهم من هذه التصريحات أنها قد تأتي في سبيل أنها تكون غطاء دبلوماسي للتحركات السياسية؟ كما ذكرت هذه تصريحات دبلوماسية ويخاطب بها الدبلوماسيين، ولا أعتقد أن هذا يعني له تأثير كبير في الميدان، إلا إذا كان هناك فعلا تغيير في القيادة العسكرية أو هناك قرارات جديدة على مستوى الجيش، فهذا سيؤثر بشكل كبير، لأن المتحاورين لا يعني أقصد المقاومين في الميدان لا يلتفتون كثيرا إلى الحوار، لأنهم يعرفون ويعلمون جيدا أن هذا الحوار غير مجدي مع الميليشيات الحوثية العفاجية، فما يجري في الكويت هي عملية دبلوماسية بين المتحاورين، بذل فيها الوفد الوطني الوفد الشرعي
كل ما بوسعه من اجل السلام، لكن الانقلابيين رفضوا والمقاومين والجيش الوطني ماضين في طريق التحرير. نعم، افهم من كلامك يعني نستطيع القول ان الصوت الدبلوماسي اوقف يعني صوته، وان الان الصوت هو الصوت العسكري؟ بكل تاكيد الان الصوت في الميدان، الصوت للمدافع، الصوت لانهم لم يجنحوا للسلم والسلام، فيجب مخاطبتهم باللغه التي يفهمونها، وهذا الان واضح وجلي في جبال نه، وقريبا في جبال ارحب، وفي نقيل بن غيلان، وفي صنعاء، لان الطرق للسلام مع هؤلاء الانقلابيين وصلت الى اماكن مسدوده، وغلقوا كل ابواب السلم والسلام، ولا يؤمنوا الا بالعنف، وفاقد الشيء لا يعطيه، هم لا يملكون سلاما، لا يملكون الا السلاح والقتل، فلا يستطيعون الا ان يعيشوا بين السلاح والقتل والدمار والتدمير، وسيواصلوا طالما عندهم مزيدا من المقاتلين، سيواصلوا وسيغامروا وسيغامروا بهم ويدفعون بهم الى الجبهات والى ومزيدا من الدماء، ولن يجنحوا للسلم والسلام الا اذا جنحوا له بالمدافع وبالحسم العسكري. نعم، هناك ايضا تصريحات ولد الشيخ التي تتحدث عن تنفيذ كامل لقرارات الامم المتحده للقرار الاممي، كيف تفسر هذا التصريح في هذا التوقيت، خاصه وانه في مؤتمر الصحفي الاخير لم يشر للمعرقل، كيف الان يتحدث عن ضروره تنفيذ القرار الاممي بشكل كامل؟ لنا منذ ان دخل الحوثيون الى صنعاء، وقبل ان يدخلوا الى صنعاء كان المبعوث حين جمال بن عمر ومبعوث الأمم المتحدة تصريح بعد تصريح ولقاء بعد لقاء ومؤتمر صحفي بعد مؤتمر صحفي، وكله كلام لا نرى له أثر في أرض الواقع، ولا نرى فرض ولا عقوبات على هذه الميليشيات، وكل هذه تصريحات لا نرى لها أي برهان ولا لها أي أثر على أرض الواقع. الأمم المتحدة اليوم إن لم يكونوا متآمرين مع الحوثيين فهم متخاذلين ومتراخيين معهم، ولم يتخذوا أي قرار حازم مع هذه الميليشيات، رغم أنها منذ سنة ميليشيات مسلحة بدون أي مصور قانوني تحكم بلد. لم تتخذ الأمم المتحدة أي قرار ضد هؤلاء الميليشيات، بل تدعوهم كطرف مفاوض، وتدعوهم كطرف في مشارك في الحل السياسي وفي مستقبل اليمن، وهذه بحد ذاتها كارثة، لأن من دمر اليمن لا يمكن أن يشارك في صناعة مستقبل اليمن، ولا يمكن أن يشارك في صناعة السلام في اليمن، ولا يمكن أن يكون شريك أبدا، لأنه تمرس على القتل والقتال ودمر الشعب اليمني وقتل وفجر وفعل كل المنكرات، فلا يمكن أن يكون هؤلاء شركاء للمستقبل. ورغم ذلك الأمم المتحدة تصر وتواصل المفاوضات بعد المفاوضات، وتنقضي المفاوضة الأولى ثم يدعون إلى مفاوضة أخرى، وتتعنت الميليشيات ثم يدعونهم مرة أخرى ويراضونهم، ثم يخرج أحيانا بتصريح لا بأس به، لكن كما ذكرت ليس له على أرض الواقع، ولا نرى له أي عمل يدلل ويبرهن أن هذه التصريحات فعلا جادة، وأنهم سيتخذوا قرارات ضد هذه الميليشيات المسلحة. نعم، لكن هناك من يفهم أن مثل هذا التصريح أنه إشارة إلى أن التطبيق الكامل للقرار الأممي لن يكون إلا من خلال الحل العسكري، يعني أن هناك شبه موافقة من الأمم المتحدة على الحلول العسكرية، هل تتفق مع مثل هذا الطرح؟ لا أعتقد ذلك. الأمم المتحدة ستدعو مجددا إلى مفاوضات وإلى حوار من جديد، هي تركت ربما فرصة للطرفين لمن يحقق أكثر في الميدان، ثم عندما يعودوا ستحاول أن تفرض وتدفع بهذا الطرف الذي خسر جزءا بأن يقبل بما تخرج به المفاوضات، وبإذن الله سيكونوا هم الحوثيين، لكن ستفشل المفاوضات إذا دعوا لها مرة أخرى، وستفشل إذا دعوا لها مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأنه كما ذكرت هؤلاء لا يؤمنون بالحوار، لا يؤمنون إلا باللغة التي وصلون بها إلى صنعاء، لن يخرجوا من صنعاء إلا بها. نعم، لو عدنا للحديث عن ضربات التحالف أستاذ زيد، يعني هناك ضربات جوية طالت مدنيين قبل يومين في عذر نهم أو بالأمس،
واليوم يعني طالت مدنيين أيضا من عمال وعاملات في مصنع العاقل للبيفكو البطاطس. يعني هناك تعارض مع القانون الإنساني الدولي في مثل هذه الضربات، كيف تعلق على مثل هذه الأخطاء التي أصبحت متكررة؟ حدث الخطأ في نهم وصار ضحيته 12 مدني. نعم. أعرفهم جيدا، ال 12 أعرفهم كلهم بالشخص وبالاسم. كانوا في محل مواد غذائية، خمسة من أسرة واحدة يشترون من هذا المحل، وأتت القذيفة إلى هذا المحل فاستشهدت أسرة صاحب المحل أنهم ساكنين في نفس المبنى، واستشهد من كان في المحل. هذه المنطقة بعيدة عن الحرب، ولا يحتمل أن يكون هذا غلط أو قذيفة تعدت مكان الذي كان يجب أن تنفجر فيه، بل هذه ضربة خاطئة يجب محاسبة من تسبب فيها، لأن هذه الدماء غالية علينا جميعا، وهي جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبها، ويجب محاسبة من قام بهذه الضربة، ومحاسبة من رفع بالأحداثيات لهم. ولأن مثل هذه الضربات حتى لا تخدم المقاومة، بل تؤجج الناس وتؤلب الناس ضد المقاومة الشعبية وضد الجيش الوطني، فيجب على قيادة المقاومة وعلى قيادة الجيش الوطني أن يحرصوا كل الحرص على دماء المدنيين، لأننا لم نقاتل الحوثيون ولم نواجه الحوثيون ولم نكن ضد الحوثيون إلا لأنهم انتهكوا حقوق الإنسان، فيجب أن نحافظ نحن على حقوق الإنسان وأن نحترم كل قطرة دم على حقوق الإنسان، وأن نبدي حرصا أكثر من الآن على دماء الشعب اليمني وعلى دماء الأبرياء، وأن نجنب المناطق المسكونة من القصف العسكري، وإذا كانت هناك أهداف عسكرية فالطريق طويلة، يقصفوها في مناطق خالية ولا يقصفوها في مناطق سكنية، لأن الضحايا سيكونوا مدنيين. نعم. كيف يعني التحالف في الفترة الأخيرة تحدث عن ضربات خاطئة طالت أماكن مدنية، ولكن للأسف نجد أنها تكررت من جديد، كيف تفسر هذا من وجهة نظرك؟ يعني تكرار الخطأ يعني كما تفضلت يعني يشكل انتهاك لحقوق الإنسان، ويشكل أيضا عبء على المقاومة وعلى الجيش الوطني. نعم نعم، لا أعتقد أن هذه مجرد أخطاء، وإنما هنالك ربما أخطاء في رفع الأحداثيات، أو أخطاء في هنالك خلل في المنظومة التي ترفع الأحداثيات، ويجب المحاسبة والمراقبة، لأن الطيران أصبح طيران حديث ويعرف النقطة التي سيضربها بالملي الواحد، فلا يعقل أن تخطئ الطائرة فتضرب على بعد 10 كيلومتر من مناطق المواجهة وتضرب مدنيين. هذا أمر مرفوض تماما، يجب على قيادة المقاومة وقيادة الشرعية أن يحاسبوا وأن يحققوا في هذه الأخطاء، لأنها أخطاء كارثية ضد حقوق الإنسان، وكذلك لا تخدم المقاومة بل تؤجج الناس كما ذكر ضد المقاومة. نعم. فيجب علينا وعلى المقاومة والجيش الوطني أن يسارعوا في التحقيق في هذه الجرائم، وأن يرفعوا هذه النتائج للناس ولا أهل الأبرياء، خاصة وأن هنالك من المقاومون استشهد أهلهم في هذه الضربات التي طالت المدنيين. هناك شباب يقومون في المتارس، ثم يصله خبر استشهاد أخوه في أثر ضربة طيران في بالخطأ. فهذه الأخطاء الكارثية تزايدت، يجب أن يضعوا حد لهذه الأخطاء وأن لا تتكرر مرة أخرى، لأنها أخطاء جسيمة ضد حقوق الإنسان وضد المقاومة الشعبية والجيش الوطني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك زيد الشليف الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من برلين. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام وللضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. لن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.